اسعد الله اوقاتكم متابعين قناه مستر كريبتو. فيديو جديد على قناتنا، قناه مهتمه باخبار العملات الرقميه. اخر فيديو هي تكلمت فيه عن عمله التي ار بي، الحمد لله الحمد لله كثير من الاشخاص استفادوا من هذه الفيديوهات وقدروا يخرجوا من عمله التي ار بي بسعر ال 500 دولار، وخرجنا بهذا السعر المرتفع، وبعدها صار دمب لعمله التي ار بي لل 170 دولار، ولحد الان احنا خارج العمله وهدفنا ال 100 دولار. من ضغط ال 100 دولار رح ندخل صفقات لونج على القناه العامه وقناه الفي اي بي، لا تنسى انضم على الرابط موجود اسفل الفيديو. لكن اليوم موضوع مختلف تماما، رح اتكلم عن عمله التيرا لونا كلاسيك بعد عمليه حرق بالامس، بما انه امس كان بدايه عام 2024. جعل الله عام خير علينا جميعا وعلى الامه العربيه. طبعا صار عندي حرق لعمله تيرا لونا كلاسيك، لازم نعرف كميه الحرق المذكوره. طبعا حسب منصب باينانس او ما ذكرته منصب باينانس، تم احتساب ضريبة الحرق من تاريخ 30/11 الى 30/12، وكانت اجمالي المحروقات تتجاوز ال 5 مليار و570 مليون قطعة من عملة التيرا لونا كلاسيك. اما عملية الحرق التالي فرح تكون احتساب الضرائب من 31/12 الى 30/1، يعني تقريبا 29 يوم، وراح يتم حرقها في يوم 2 فبراير او 2/2، وراح يتم التحديث بهذيك الفتره في تاريخ 2 فبراير. طبعا اجمالي تم المحروقات 5 مليار و570 مليون قطعه من عمله تيرا لونا كلاسيك، اي بتساوي تقريبا مليون دولار من عمله اليو اس دي تي حسب السعر الحالي لعمله اليو اس دي تي، تقريبا مليون و39 الف دولار و748 دولار. اما بالنسبه لتحليل عمله تيرا لونا كلاسيك رغم الحرق هذا الا ما عم نشوف ارتفاع كبير للعمله، ولحد الان نحن اسفل موفينج افريج 200 على فريم ال1 هاورز او الواحد ساعه، وهاي الفريم او هذا المؤشر اللي هو مؤشر موفينج افريج 200، في كل مره بنلمس هذا المؤشر بصير عندي هبوط، اي يعني انه عندي هاي المنطقه هي منطقه ترند هابط عم نفشل بكسره، في كل مره عم نلمس هاي المنطقه عم ننخفض مره ثانيه، يعني من اخر لمس او من اول مره قمنا بلمس الموفينج افريج 200 هبطنا بنسبه 12%، المره الثانيه بعد اللمس هبطنا باكثر من 10%، وحاليا ممكن فعلا يصير عندي ارتداد مره ثانيه، بما انه صار عندي عكس اتجاه ممكن ننخفض مره ثانيه ما بين 10 الى 11% ونرتد لمناطق 0.13. هاي توقعاتي لعمله التيرا لونا كلاسيك. اما البيتكوين بعد ارتفاع اخير مدوي حاليا لازم ناكد اقفال على ال 1 داي، اذا اقفلنا على مناطق 45 الف دولار فهدفي على فريم الشهر هو مناطق تقريبا 48 الف دولار، لكن لازم يتأكد الاقفال اعلى هاي المقاومة، مقاومة 45500. لا تنسوا اصدقائي تشتروا حسابات ممولة من الرابط الموجود اسفل الفيديو، في عندي تخفيض لمدة 15 يوم بس بنسبة 50% تخفيض على الحسابات الممولة. اي شخص بيشتري حساب ممول يتواصل معي حتى يساعده باجتياز الاختبار ويشتغل داخل شركة ايرن تو تريد كمتداول بحساب بقيمة 50000 دولار ويحصل على 80% من الارباح. هي وصلنا هاي الفيديو اصدقائي، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامة ودمتم بخير.